ازيكم عاملين ايه؟ انا ايزيس، اهلا بيكم. انتوا اول مره تشوفوني، اهلا بيكم برضو. لو انتوا دايما بتشوفوني بصور في مكان رخم جدا، بس عشان كل الاماكن اللي بصور فيها مش عارفه اصور فيها النهارده. المهم، الفيديو بتاع النهارده هنتكلم فيه عن الاسباب اللي بتخليكي تشتري منتجات وتبقي متوقعه نتيجه معينه وبتلاقي ان المنتجات دي ما اشتغلتش معاكي. هقول لك كل الاغلاط او كل المفاهيم الغلط اللي ممكن تكون عندك او بتعمليها هي السبب في ان الحاجات بتاعتك مش بتشتغل، عشان نصلحها مع بعض. فلو انت مهتمه شوفي الفيديو للاخر، يلا بينا نبتدي. خلينا نتكلم على اول غلطة، وهي ان انتي بتتوقعي ان المنتج بتاعك هيديكي نتيجة تاني يوم الصبح او في خلال اسبوع او اسبوعين بالكتير. بصي، انا ما اقدرش الومك ان انتي بيجيلك الفكر ده، لان انتي من كتر الاعلانات اللي انتي بتقعدي تتفرجي عليها على انستجرام وعلى البلاتفورمز عامه، كلها كله بيهيألك فكرة ان انتي مجرد ما تستخدمي المنتج ده كل حاجة بالنسبة لك هتبقى تمام وكل مشاكلك هتتحل. خليني اقولك ان عامه اقل مده محتاجه تديها لكل منتج عشان تبداي تقولي المنتج ده اشتغل ولا لا هي شهر. في حاجات يعني ممكن نكون بندفع فيها فلوس اكتر، بتبقى بروفيشنال اكتر، بتديني فعلا نتيجه سريعه جدا، بس ده على حسب درجه استقبال بشرتك للمنتجات، على حسب العمق بتاع المشكله اللي عندك، على حسب انت جلدك نفسه بيستقبل الحاجه ازاي. كلنا جسمنا مختلف، كلنا جلدنا مختلف، ده غير ان الجلد عامه مكون من طبقات. فانا علشان الجلد، الماده اللي انا بستخدمها عليه، يعني يتم اختراق الماده دي من قبل الجلد بتاعي، دي عمليه حيويه بتاخد وقت كبير قوي، وممكن ان انا استنى من شهر الاثنين حرفيا عشان اشوف النتيجه. لكن عايزه اطمنك من حاجه، ان انت هتشوفي نتائج بسيطه جدا جدا، بس يعني برغم ان هي بسيطه بس هي ستيل ملحوظه اثناء فتره العلاج دي. يعني مش هتقعدي شهرين ثلاثه انت مش شايفه اي نتيجه خالص، لا، باذن الله هتلاقي ان انت لا بتلاحظي تغيرات ملحوظه بس هي بسيطه قوي. فحاولي تدي المنتج الوقت اللي هو محتاجه، وكل عامه ماده فعاله بتحتاج وقت مختلف. هكلمكم عن موضوع الوقت ده، يعني كل ماده بتحتاج وقت قد ايه، بس على انستجرام في ريل لوحدها. فدي كده كانت اول نقطه. الحاجه الثانيه بقى، وهي ان ممكن المنتج اصلا ما يكونش ماشي معاكي. يعني هو المنتج اللي انت بتستخدميه ده ممكن فعلا يكون ماشي مع ناس كتير، بس على بشرتك انت هو مش نافع. طيب تحكمي على ده ازاي؟ مبدئيا انت محتاجه تدي المنتج الفتره الكفايه من الاستخدام عشان تقولي هو فعلا مناسبني ولا لا. ودي ما يعني حاجه هتعرفيها بالاحساس شويه. يعني مثلا لو انا استخدمت غسول، والغسول ده انا بستخدمه مره في الثانيه في الثالثه في الرابعه، كل مره بستخدمه بينشف بشرتي، بس انا حكمت عليه انه بينشف بشرتي مع اوقات مختلفه. يعني مثلا مره غسلت بيه وشي وانا لسه صاحيه الصبح، لقيته نشف بشرتي. رجعت من بره وشي كله غرقان ميك اب وتراب وبتاع، وبرده بعد ما غسلت بيه وشي لقيته انه برده نشف بشرتي. غسلت بيه بشرتي، عملته في النايت روتين، برده نشف بشرتي. يبقى هنا انت مش محتاجه تكملي عليه اكتر من عدد المرات دي عشان تتاكدي ان هو فعلا مش نافع على بشرتك. جيتي مثلا تستخدمي سيروم فيتامين سي، وسيروم الفيتامين سي ده حسيتي ان بشرتك التهبت او ادت كده رياكشن انها احمرت، مش هنحكم عليه من اول ولا تاني مره، لا، هنستنى كام مره كمان علشان اتاكد ان فعلا بشرتي فعلا مش قابلاه. انا عارفه ان انت هتبقي من جواكي خايفه، طب ايه يعني، هو انا هستنى لما بشرتي تبوظ عشان اقول هو خلاص كده مش نافع لي؟ لا، مش بتمشي كده. بس خليني اقول لك ان انت محتاجة تدي فرصة للمنتج وبشرتك ان هما يتعرفوا على بعض. يعني انت لو حد اول مرة في حياته يستخدم فيتامين سي خالص، ولسه اول مرة هتستخدمي المادة الفعالة دي، رياكشن بشرتك في الاول اللي هو انت لسه بتديهم يعني الكيمستري اللي هما محتاجينها على بعض عشان تبدا بشرتك تتعود على الماده الفعاله. لكن انت واحده بتستخدمي الفيتامين سي طول حياتك، وجيتي استخدمتي نوع معين حسيتي ان بشرتك احمرت جامد والتهبت وانت مش مرتاحه، هنا اقول لك لا خلاص وقفي، لان انت بالفعل كده كده بشرتك متعوده على الماده الفعاله دي، فطبيعي ان انت مش محتاجه تكملي. نيجي بقى للحاجه اللي بعد كده، وهي انك بتستخدمي اصلا الماده الفعاله غلط. طيب ازاي؟ مثلا بتستخدمي الهيالورونيك اسيد ورحتي حطيتي السيرم على بشرتك وبشرتك ناشفه تماما، وما حطيتيش مرطب، او حتى لو حطيتي مرطب بس حاسه ان هو بينشف بشرتك قوي، مع ان احنا عارفين ان الهيالورونيك اسيد سيرم بيرطب البشره اكتر. طب ايه السبب؟ هنا انت استخدمتي المنتج غلط. لازم تفهمي وظيفه كل ماده فعاله، ولازم تعرفي مشتقاتها، ولازم تعرفي هي يعني بتاكت على البشره ازاي عشان تعرفي تستخدميها صح. دلوقتي باختصار، الهيالورونيك اسيد مثلا بيحافظ على ترطيب البشره، وهو زي ماده حافظه كده
عايزه الاقي وجه يعني شكل التعبير الصح، بيحاول ان هو يحافظ على نسبه الرطوبه اللي في البشره، فانا لازم اديله ترطيب على البشره عشان يبدا ان هو يحبسه. فانا لما اجي احط الهيالورونيك اسيد على بشره ناشفه هو هيرطب ايه؟ هو مفيش ماده هو بيحفظ الترطيب فيها. فاللي انا هحتاج اعمله ان انا هحط تونر على وشي، او ان انا حتى هحط ميه منديه على وشي ادي لبشرتي شويه رطوبه، وبعد كده احط السيرم بحيث ان السيرم يبقى اكتيفيتد كده او ان هو اشتغل معايا، واحبس بقى الرطوبه والترطيب ده بالكريم المرطب بتاعي ده مثلا للهيالورونيك اسيد. وانا كنت عامل لكم فيديوز كتيره قوي بشرح لكم كل ماده فعاله، واديتكم ترشيح لمنتجات وازاي نستخدمها وكل حاجه. جيتي مثلا تستخدمي الريتينول، استخدمتي الريتينول ولقيتي بشرتك كلها قشرت، بشرتك حرفيا اتحرقت، طب يا ترى انت عملتي ايه غلط؟ اكيد نزلتي بيه في الشمس من غير ما تحطي صن بلوك كفايه، فهنا بشرتك ادت رياكشن وما ارتحتش عليه، ولقيتي ان بشرتك قلبت بنتائج عكسيه. فهي ليها علاقه اكتر انت استخدمتي الماده الفعاله بتاعتك ازاي، فطبيعي انت مش هتلحقي تشوفي نتيجه، لان انت اصلا هتوقفي المنتج لانك يا اما يعني بتستخدميه غلط، يا اما بتتعاملي مع المنتج نفسه بطريقه الحاجه مش الغلط بقى اللي بنعملها بعد كده، وهي ان احنا مش بننتظم اصلا على استخدام المنتج بعد ما المشكله اللي عندنا تتحل. الناس الاكتر اللي هتلاقوها بتعمل كده هي الناس اللي عندها حبوب وبشرتها قابله انها تطلع حبوب طول الوقت، بيجوا عند الفتره اللي عندهم حبوب يهتموا ببشرتهم جدا، وممكن بشرتهم فعلا تخف، ومجرد ما بيوقفوا المنتجات بشرتهم بترجع تاني. ادي وقت لبشرتك انها تلحق تتعافى 100%. دلوقتي مثلا انا بستخدم حاجه فيها ساليسيليك اسيد ونياسيامايد او ايا كان الماده الفعاله اللي انا بستخدمها، وخلاص بشرتي اتعالجت رحت موقفه، لا، خلي بشرتك تتعود على ان هي في ساليسيليك اسيد في روتينها، هي طول الوقت مش محتاجه ان هي يبقى عندها حبوب عشان تقاومها، لا، احنا بنشتغل بفكره الوقايه خير من العلاج، انا بشرتي دهنيه معرضه للحبوب بستخدم على طول مثلا ساليسيليك اسيد. الناس مثلا اللي عندها تجاعيد وهم مثلا سنهم صغير، هي بتبقى متخيله ان هي لما تستخدم مثلا الريتينول او بتستخدم ايا كان ايه الماده الفعاله اللي هي عايزه تستخدمها على وشها، ان هي خلاص انا بدات التجاعيد بتاعتي ان انا الحقها والدنيا تمام، فانا مش محتاجه اكمل بقى طول حياتي على السيرم الفلاني او الكريم الفلاني ده، ان انا خلاص بشرتي اتعالجت. لا، انت محتاجه تكملي على طول، لان التجاعيد دي حاجه هتفضل على وشك، فانت محتاجه طول الوقت تستخدمي مبدا الوقايه خير من العلاج. وحتى لما اتعالج انا لسه مكمله في روتيني، علشان انا مش عايزه ان المشكله اصلا تحصل لي، فادي فرصه للمنتج ان هو يشتغل ويعالج اللي موجود، في نفس الوقت يبقى قوقايه ان انا يعني المشكله اللي عندي تظهر اكتر. وكذلك منتجات التفتيح، الناس بتستخدمها بعد ما تفتح اللي هي عايزاه ترجع تتعامل في الشمس تاني، وترجع انها لو عندهم حبوب مثلا يلعبوا فيها ويطلع لهم اثار حبوب تاني، طب انت كده عملتي ايه؟ لا، خلصي فترة العلاج بتاعتك وكملي على نفس منتجاتك بالظبط، علشان برضو هنرجع نقول مبدأ الوقاية خير من العلاج، انا طول الوقت بلحق المشكلة من قبل اصلا ما هي تطلع. السبب بقى اللي بعد كده وهي استخدام تركيزات غلط من المنتجات. ازاي بقى بستخدم تركيزات غلط؟ نفترض مثلا هنتكلم عن الاكراتين، انت واحدة عمرك ما استخدمتي اكراتين في حياتك وروحتي بادئه على طول بتركيز نص، طب ابدأي بتركيز ربع، خلي بشرتك تتعود زي ما اتفقنا، وبعد كده لما تشوفي رياكشن بشرتك وتبتدي بشرتك تتعود وتتحسن علي في التركيز براحتك. تيجي واحدة مثلا سنها في الاربعين تستخدم تركيز من الريتينول او الفيتامين سي ضعيف جدا جدا، ما ينفعش غير لواحده في العشرينات مثلا، في اواخر العشرينات ولا نص العشرينات، طب ما طبيعي مش هتشوفي النتيجه اللي انت عايزاها. او مثلا تبقى المشكله اللي عندك اثار حبوب، والاثار دي بقالها كتير جدا جدا عندك، وانت يعني لسه فاكره تعالجيها دلوقتي، كان اصلا اثار الحبوب بتاعتك خلاص كبرت وبقالها شهور، وانت يا دوب لسه هتبداي تعالجيها وروحتي مستخدمه تركيز ضعيف جدا جدا مثلا من الفيتامين سي، وبتشتكي ان المنتج ما جابش نتيجه. طب ما هو مش معمول، يعني التركيز الضعيف قوي ده مش معمول للمشكله اللي عندك، فانت هنا محتاجه تنقي تركيزات اعلى من اللي انت مختاراها للمنتجات دي، وتنقي التركيز المناسب لسنك وعلى حسب ما انت معوده. هنا نيجي بقى الحاجه ممكن الناس ما بتاخدش بالها منها او بتكسل تعملها، وهي انها يبقى عندها مشكله معينه في بشرتها وهي حرفيا صرفت اللي وراها واللي قدامها عشان تعالجها، وبالعكس المشكله مش بتقل ولا حتى بتثبت في مكانها، المشكله بتزيد، وبرده هي مصممه بتروح تشتري حاجات وما بتروحش للدكتور. بعد الشهر بعد الشهر انت ممكن يكون عندك مشكله محتاجه تدخل من دكتور، المشكله مش هتتحل غير بدكتور. بعد الشهر ممكن يكون عندك سكين كانسر مثلا وهو بدا في تحويره معينه في جسمك
وانتي ما تعرفيش. فلا ما تسيبيش نفسك للاخر كده، عندك مثلا حبوب وبقالك سنين بتعالجي فيها والحبوب ما بتتعالجش، انت محتاجه تروحي لدكتور، محتاجه تشوفي هرموناتك فيها ايه، محتاجه حاجه تنظم هرموناتك عند دكتور، تعملي تحاليل تعرفي ايه اللي ناقصك. فدي حاجه مهمه جدا عايزه اقولها، مش طول الوقت تفضلي تجربي تجربي من غير ما ترجعي للشخص المختص اللي لازم يعالج لك المشكله، خصوصا لو بقالك كتير قوي بتعالجيها والمشكله مش بتتحل. نيجي بقى للحاجة اللي بعد كده، وهي استخدام المنتجات بس والاعتماد الكلي على المنتجات انها تعالج بشرتك. خليني اقولك، خصوصا لو انت عندك حبوب، انت ممكن تكوني بتستخدمي المنتجات الصح والمنتجات هتبقى عايزة تديكي نتيجة فعلا، بس انت روتين حياتك كله غلط، يعني اكلك كله غلط، بتحطي ايدك على وشك كتير، ايدك اللي كلها بكتيريا، بتنامي على نفس الملاية طول الوقت ونفس الكيس الملاية طول الوقت مش بتغيري، بتعملي كل حاجة في الدنيا ممكن تكون بتخلي البشرة مش واخدة وقتها انها تتعالج، بتنامي بالميك اب مثلا، بتحطي المكياج لفترات طويلة جدا جدا في الحر والعرق وما بتعرفيش تنظفي وشك صح، كل ده يخليكي حتى لو بتستخدمي روتين صح انت بتتعاملي في اللايف ستايل بتاعك بالشكل اللي ما يساعدش بشرتك ان هو يتعالج. فخدوا بالكم ان اللايف ستايل لازم يكون كمان مناسب للمشكلة بتاعتنا. الحاجة بقى اللي بعد كده، وهي جملة بشرتنا تعودت على المنتجات، ودي مش معلومة صح. الفكرة ان احنا بشرتنا وعينينا اتعودنا ان احنا خلاص بقينا حافظين النتيجة اللي بتطلع من المنتج اللي معانا ده، فما بقاش بيدينا النتيجة اللي احنا كنا مبهورين بيها في الاول، لان عينينا خدت على المنظر. كل اللي انت محتاجة تعمليه حاولي تفصلي بمنتجات تانية، وبعد كده ارجعي للمنتجات اللي بتريحك عادي جدا، هتلاقي ان انت شفتي نفس النتيجة تاني، لان انت بس عودتي عينك انها تشوف حاجات مختلفة. فده سبب في ناس بتبقى شوية ما بتاخدش بالها منه. وهنا هرجع بقى اقولك ان في حاجة مهمة جدا، وهي ان البشرة بتتغير اصلا، البشرة بتعدي بمراحل كتير وبتتغير على حسب هرموناتك وعلى حسب المناخ اللي انت قاعدة فيه. يعني سي مثلا ان احنا في الشتاء، هل في المنتجات اللي انا بستخدمها في الشتاء هي نفس المنتجات اللي استخدمها في الصيف؟ طب احنا في الصيف في حر وعرق وبهدلة، وفي الشتاء في جفاف شديد قوي، هل ينفع ان انا استخدم نفس المنتجات؟ مستحيل. ليه؟ لان مش هاخد نفس النتيجة، بل بالعكس ممكن تديني نتيجة وحشة. لان انا مثلا بستخدم مرطب تقيل جدا في الشتاء عشان بشرتي بتجف، لو استخدمتيه في الصيف هيطلع لك حبوب وهيطلع لك دهون زيادة وافراز زيوت وعرق. استخدمتي مرطبات جل حلوة معاكي جدا في الصيف، جيتي تستخدميها في الشتاء، طبيعي ان في الشتاء انت محتاجة مرطبات اتقل، فلما تستخدمي المنتجات بتاعتك اللي كنت بتستخدميها في الصيف هتلاقي ان بشرتك طلع لها حبوب، لان هي مش واخدة ترطيب كفاية وبتحاول ان البشرة ترطب نفسها، فتروح فرزة دهون زيادة، فاحنا كده يعتبر ما عملناش اي حاجة. الحاجة بقى اللي بعد كده، وهي استخدام منتجات كتيرة قوي كلها ملهاش علاقة ببعض، ودي حاجة بتحصل مؤخرا بسبب السوشيال ميديا عامة. يعني احنا بنقعد نتفرج على فلانة وعلانة، كل واحدة بتقول لنا استخدمي المنتج الفلاني، واحنا محتارين في النص، فتلاقي الواحدة من دول مستخدمة فيتامين سي وريتينول وهيلورونيك اسيد، كل ده في نفس الوقت، كل ده في نفس الوقت. ما عنديش مانع انك تستخدمي انواع مختلفة من المواد الفعالة على حسب المشاكل اللي عندك، بس تنظميها. الصبح هتستخدمي مثلا الفيتامين سي والصن بلوك بتاعك، وبالليل بستخدم الهيلورونيك اسيد والريتينول. يعني خلي مادة الصبح ومادة بالليل، ولازم لازم تلتزمي بالمنتجات اللي انت قررتي تستخدميها دي فترة معينة، مش كل شوية تروحي تجربي منتج جديد. حاولي تدي للمنتج فرصة ان هو يشتغل والمادة الفعالة تاخد وقتها انها تشتغل. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. متنسوش تعملوا لايك وشير وكومنتس، وقولوا لي انتوا كنتوا مش عارفين ايه من الحاجات اللي انا قلتها دي، وحاجات اول مره تسمعوها وكانت السبب في ان انتوا ما بتشوفوش نتيجه للمنتجات بتاعتكم. وكمان اعملوا فولو على انستجرام عشان هقول لكم في فيديو ازاي تستخدمي كل ماده والمده اللي هي بتحتاجها عشان تشوفي نتيجه على بشرتك، واشوفكم الفيديو اللي جاي.